هذه الأيام هي أيام جراحية اللي قمنا بها من يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء وممكن مام الأربعاء. وهذه الأيام الجراحية هي تتمثل في جراحة لا مالادي دو باركنسون. كما تعرفوا باللي لا مالادي دو باركنسون في الجزائر كان عدد كبير من المرضى اللي راهم يستناو هذه الجراحة منذ سنين. وهذه الجراحة يعني في الجزائر عندها تاريخ، يعني بدأت في مستشفى يعني الزمرلي مع الأستاذ عبد المبي، وداروها في المستشفى من الأستاذ جعفر مستشفى مصطفى باشا، والحمد لله احنا في ولاية تيبازا. هذه أول من أوائل العمليات اللي نديروها في ولاية تيبازا. كاع المرضى اللي يقدروا يبينيفيسيو دو سيت انترفونسيون قليل جدا، دونك لازم التشخيص من طبيب تاع الأعصاب باش يشوف اسكو المريض يلزم له هذيك العملية تنجح عليه ولا لا، باسكو في بعض الحالات العملية ما تنجحش عليه، يعني يضروا أكثر من اللي تفيدوا. دونك الطبيب تاع الأعصاب كي يلقى باللي هذه العملية هي الحل الوحيد للمريض يتفاهم مع الجراح لقيام بهذه العمليه، هي لانترودكسيون تاع اون سوند لهاد لي نوايو اللي قلت لك عليهم. بالك الجراح يكسبليك لكم خير مني. وكاين المنطقه هذه الحساسه، منطقه حساسه جدا، يعني باش الطبيب الجراح يلقى هذيك لا سيبل، سيتادير يفو دي كالكول.